هذا الصباح، ودائما في كل صباح بنبدأ بواحدة من الألحان الجميلة. دائما الصباح هو كلمة حلوة وصوت ونغم وجمال، يمكن سامعين الباك جراوند واحدة من الأغنيات الجميلة للفنان الكبير له الرحمة والمغفرة، اللي وضع بصمة من البصمات البارزة في تاريخ الأغنية السودانية، العاقب محمد حسن، واحد من الفنانين العظام اللي قدم الأغنية السودانية. يمكن لو تابعنا الحان تنوعت بين الخماسي والسباعي. من خلال هذه الحلقة سنتحدث عن هذا الرائد الكبير من رواد الأغنية السودانية. وصباحكم خير وحليلك يا أسمر، واحد من الأغنيات الجميلة.
لك يا أزهر بيت عيوني تظهر ما نعدل وصال 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 بيلك يا أزمر بيت عيوني تظهر يا حليلك يا أزمر بيت عيوني تظهر ما نعدل وصال ما نعدل وصال